مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعين قناة الأهلي في كل مكان، وفقرة حوارية أخرى من حلقة الأهلي الليلة النهاردة اللي فيها العديد من الفقرات المهمة، لكن الفقرة دي هتكون هامة للغاية لأن احنا هنستضيف أحد نجوم التدريب في مصر، هو كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم. كابتن أحمد مساء الفل عليك، أخبارك إيه؟ كله تمام. كله تمام الحمد لله. في البداية طبعا أنا عايز أحييك على الأداء الرائع مع فريق النجوم، يعني 4 مباريات 3 فوز وتعادل 1، اكيد كان مجهود كبير وضغط كبير جدا عليك في البدايه بالتحديد وال4 مباريات اللي انت كنت فيهم فريق النجوم. يعني الدوري صعب جدا، يعني محتاج تبقى منظم طول الوقت لان كل 4 ايام ماتش. طبعا الفرقه كانت فيها، بس ايه، في الاول كانت النتائج طبعا ما كانتش كويسه وكنا يعني الترتيب متاخر في الجدول. فأهم حاجة في الوقت ده إن أنت تعيد تنظيم الفرقة وتخلي اللعيبة برضو عندها اقتناع يعني بدماغك بطريقة تفكيرك عشان تأدي بنفس السيستم اللي أنت عايزه. فالحمد لله اللعيبة تعبت معانا الفترة اللي فاتت جدا، وبس لسه يعني لسه أنت كل يعني ماتش بتكسبه بتطلع 3 بونت، بتطلع ترتيبك في الجدول، ماتش بتخسره ممكن ترجع ممكن ترجع برضو. لا برضو خلي بالك مش مقياس، يعني هي حتة برضو الاستمرارية. أنت كل أسبوع كل أسبوع أنت محطوط تحت ضغط أن أنت تبقى موجود وتحاول تنجح في الماتش بتاع الأسبوع على أساس أن تحافظ على ترتيبك في الجدول للمرحلة اللي أنت وصلتها. بس هو طبعا الدوري صعب، صعب جدا السنه دي. طيب فريق النجوم قبل ما حضرتك تتولى مسؤوليه الفريق كان النتائج صعبه جدا وكان في مؤخره جدول الدوري، ايه الخطوات اللي خدتها علشان تصحح من المسار الخاص بفريق النجوم؟ هو بص انا يعني بحاول دايما، طبعا كانت الحته البدنيه ما كانتش مظبطه شويه في الفرقه، حاولنا نعمل دفعات كده بدنيه على اساس ان طبعا ما فيش وقت ليك ان انت تشتغل بشكل عريض من الناحيه البدنيه، ناحية تكتيكية عشان برضو تشتغلوا بسيستم معين اللي أنا شغال بيه. طبعا محتاج تكرارات، تعبنا كتير الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت كان في لعيبة برضو ما كانتش يعني موجودة، ما كانتش بتلعب. حاولنا نتكلم 25 لعيب نبص لهم بشكل كلهم سواسية، واللي يؤدي في التمرين يشتغل يخش بغض النظر عن اللي كان بيلعب في الفترات السابقة. فالحمد لله يعني احنا بنحاول نستعمل 25 لعيب، يعني ده اكيد شيء مهم لان الدوري لسه طويل جدا. انا كان بالتحديد عايز اتكلم عن صلاح امين، هو لفت نظر كل جمهور الكره المصريه خلال الموسم ده بالتحديد، والراجل بيحرز اهداف رائعه ورغم كبر سنه لكن بيأدي بشكل مميز جدا. يا كابتن احمد، صلاح امين يمكن انا يعني معايا من فتره في الجيش لما كنت ماسك الجيش فتره، وانا كنت حتى مدرب عام مع المدربين في فترات كبيره. صلاح امين لعيب كبير يعني، وراس حربه كانت مصر بتفتقده جدا الفتره دي يعني. بس هو مشكله هو كان حظه في موضوع الاصابات ساعات، لما حتى راح منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته وكان هيلعب، كان هيبقى اساسي مع المنتخب، اتعور في اول ماتش دولي ليه، جاله رباط صليبي قعد فيها فتره كبيره. لكن هو اللي مركز مع صلاح امين ومتابعه بغض النظر عن الاجوان السنه دي، هو الفترات السابقه كويس جدا، كان مع الانتاج كويس ومع الجيش كويس ومع سموحه كويس، يعني فترات كبيره بس ما كانش بتبص. انت عارف برضو احنا عندنا طريقه التفكير، اللعيب بيبقى كويس جدا بره، اول ما يجي النادي الاهلي او الزمالك هو المنتخب بياخده بالظبط، هو القصه عندنا كده. وبيبقى في اضيق الحدود انت تشتغل مع لعيب بره نادي الاهلي والزمالك. طيب قصه او حضرتك دلوقتي بتقول ان اي لعيب في الاهلي والزمالك بيتم النظر ليه بشكل اخر وبيتم ضمه للمنتخب، طب عشان نغير النظره دي او الاستراتيجيه دي للكره المصريه شايف ايه الخطوات اللي يجب ان تؤخذها؟ يعني انا هي مش محتاجه خطوات، هي محتاجه طريقه تفكير بس. يعني انت بتتكلم، انا كنت سامعكم مع كابتن رمضان بتتكلموا على المنتخب وليد سليمان، يعني وليد سليمان باين للناس كلها يعني اللي هو، يعني انا بكلمك من الجمهور اللي هو يعني حتى اللي هو بعيد عن الكوره ومش فاهم في الكوره قوي ومش فاهم في حاجات التفاصيل لازم يتاخد منتخب. مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا عشان عايز انزل الاعمار اخد، هو اللعيب الواحد ده هو اللي هيعمل لك مشكله في الاعمار؟ لا طبعا. ما يعني هي قصه كده كبيره، وانا بتكلم بشكل واضح، يعني هي عيب في طريقه التفكير بس. ممكن يكون ايه السبب اللي خلى المنتخب ما ياخدش وليد سليمان من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري انا مش عايز اقول كلمه يعني الناس تزعل مني، يعني ما يعني ما يعني الجنه قدامي، يعني انا ليه الف يعني. خلي بالك وليد سليمان بيلعب تحت الفيرود،
تحت الفرود مش موجوده بعد عبد الله السعيد. بغض النظر هتقول لي انزل الاعمار اطلع الاعمار مش موجوده. اللي موجوده يقدر يعملها لك اللي هو واخد لغايه دلوقتي في الدوري احسن لعيب في مصر. عايز تتفادى الموضوع ده ما ورده ما يلعبهاش، ما ينفعش ورده يلعبها. انا من وجهه نظري من وجهه نظري ما يلعبش تحت الفرود. من ايام ناشئين النادي الاهلي وبيلعب صانع العاب منتخب مصر مختلف عن ناشئين النادي الاهلي او اللعيب بيلعب في بره او الكلام ده. انا من وجهه نظري يعني انا يعني ممكن هم صح بس انا من وجهه نظري كده. من وجهه نظري ان عبد الله وليد سليمان ما ينفعش ما يروحش، وما ينفعش حتى لو راح ما ينفعش يقعد احتياطي كمان يعني البعض كان بيقول يروح حتى لو مش هيلعب بس يبقى متواجد في قائمة المنتخب احتياطي. لا لا، وهو عمل وهو اعتزل دولي عشان يحرجهم مش عشان حاجة. هستأذنك لأن هنروح سريعا لمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وإحنا عارفين طبعا دلوقتي في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، أعتقد أنه على وشك الانتهاء أو انتهى بالفعل. خلينا نروح سريعا نشوف أهم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كل جمهور النادي الأهلي مستني هذه القرارات من خلال طبعا أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي. اتفضل أستاذ شريف. كل تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام عبر قناة النادي الأهلي، تحية لزميلي العزيز أمير هشام ولضيفي الكريم في الاستوديو كابتن أحمد سامي، وبنشكركم على الاهتمام والمتابعة الدقيقة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي المتوالية الحقيقة، واجتماعات الكابتن محمود الخطيب أيضا بصفتي رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بشؤون كرة القدم. الحقيقة أنه الاجتماع ربما يكون مستمر حتى اللحظة أو في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الكابتن محمود الخطيب إلى مطار القاهرة مباشرة لتبدأ رحلته العلاجية التي نتمنى أن يعود منها سالما غانما بإذن الله. الحقيقة حضراتكم عارفين أنه هذه رحلة هذه جلسة مستمرة، جلسة المجلس الإدارة مستمرة، كانت آخر جلسة عقدت في هذا الاجتماع يوم الخميس الماضي وصدر عنها مجموعة من القرارات كان أبرزها ضم الأستاذ هيثم عرابي إلى لجنة التعاقدات. اليوم أيضا وبعد مشاورات الحقيقة مكثفة أجراها الكابتن محمود الخطيب على مدى الساعة خلال 48 ساعة الماضية صدر قرار عرضه على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة متعلق بتكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم على أن يقدم تقرير للكابتن محمود الخطيب في خلال أسبوع خاص بالترشيحات في إدارات القطاعات المختلفة. يعني إن شاء الله نتمنى أنه الكابتن يقوم بالسلامة من العملية الجراحية اللي هيجريها صباح يوم الاثنين بعد غد في فترة النقاهة. سيتابع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ترشيحاته ورؤيته لقطاع كرة القدم وأي إدارات محتاجة إلى تدعيم. كان هذا هو القرار الوحيد المتعلق بقطاع كرة القدم اللي اتخذ اليوم نظرا لضيق الوقت طبعا الممنوح لفكرة المفاوضات وإجراء المباحثات المختلفة واستطلاع الآراء والاستعانة بأبناء النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ عنده تجربة إدارية مهمة جدا في قطاع كرة القدم كمدير كرة، بيتمتع الحقيقة بمميزات مهمة جدا وواحد من أفضل من شغلوا هذا المنصب. كابتن محمود الخطيب ارتأى أن يستعين به يعني هيكلة هذا القطاع وتقديم تصوراته ثم العرض عليه، وبالتالي كابتن محمود الخطيب سيناقش كابتن سيد خلال الأسبوع الجاري إن شاء الله في ترشيحاته وفي رؤيته وفي تصوره، ثم يعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. مجلس الإدارة كان فيه مجموعة من القرارات الإدارية، تجهيز للجمعية، تمت الموافقة على مشاركة الفريق الأول الكرة الطائرة سيدات في البطولة العربية المقرر إقامتها في القاهرة في يناير المقبل، تحديدا 15 يناير 2019 إلى 4 فبراير العام الجاري إن شاء الله. في أيضا قاعة جمباز يعني خاصة بالأولاد أو صالة كبيرة سيتم إنشائها، هنقول لحضراتكم على تفاصيلها بمجرد أن تتضح المعالم بإذن الله، لأنه المجلس الحقيقة بيعمل على مجموعة من الملفات في كل الاتجاهات سواء إنشاءات تطوير رعاية الفرع الجديد في التجمع الخامس واللي قلنا لحضراتكم يوم الخميس الماضي أنه هيفتح 1 ديسمبر إن شاء الله المقبل 2018 وهتكون
تكون قيمة العضوية 200,000 جنيه. ده بعد إقرار هذا الكلام واعتماده من الجمعية العمومية المقبلة إن شاء الله. والشيخ زايد زاد قيمة العضوية فيه من 125 إلى 175,000، وسيتم تفعيل هذا القرار بعد اجتماع الجمعية العمومية على طول. أما العضوية العامة والعاملة الخاصة بكل الفروع بالجزيرة تحديدا ومدينة نصر وباقي الفروع فسيتم رفعها إلى 500,000 جنيه، لكن تفعيل هذا القرار يبدأ في 1 فبراير سنة 2019. بنشكر حضراتكم، ودي كانت رسالة تطمينات سريعة. كابتن محمود الخطيب موجود في النادي من 10 صباحا وحتى اللحظة، سيغادر إلى مطار القاهرة مباشرة، ما عندوش وقت يروح البيت، يصل إلى إن شاء الله هانوفر صباح غد أو ظهر غد للتجهيز للعملية الجراحية اللي هيجريها بعد غد يوم الاثنين إن شاء الله. تمنياتنا له بموفور الصحة وتمام الشفاء، وللنادي الأهلي بكل تقدم وازدهار بإذن الله. بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، ويمكن قال قرار، يمكن هو القرار الاوحد والاهم، وهو خاص بكره القدم قطاع الكره في النادي الاهلي، وهو تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ بمتابعه قطاع الكره على ان يقدم تقرير خلال اسبوع للكابتن محمود الخطيب بعد عودته ان شاء الله من رحله العلاج في المانيا سالما باذن الله للنادي الاهلي. يعني ده اهم قرار، وهو خاص بتواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ. واكيد في العديد كمان من الملفات اللي كان بيتكلم فيها مجلس اداره النادي الاهلي على مدار اجتماعاته سواء يوم الخميس السابق او حتى النهارده، لان النادي الاهلي اكيد عنده العديد من التحديات والعديد من الملفات اللي هتكون مهمه جدا علشان طبعا تطوير النادي الاهلي، في ملفات انشائيه، ملفات خاصه ببعض الالعاب الاخرى، لكن الاهم طبعا اللي بيهم كل جمهور النادي الاهلي هو فريق كره القدم. التصحيح المسار بالنسبه للنادي الاهلي هيكون خلال فترات قريبه جدا، ما فيش قرار بيتاخد يا جماعه في يوم وليله، اكيد هيكون في تفكير دراسه، وده اللي اتعودنا دايما عليه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ. الاهم دايما ان شاء الله النادي الاهلي يكون في تقدم، واي كبوه بيمر بها النادي ان شاء الله بيرجع اقوى، ده الشيء المهم. نرجع لكابتن احمد سامي مدير فني للنجوم، وكنا بنتكلم عن وليد سليمان، وانت كنت شايف ان الراجل كان لازم يكون متواجد في المنتخب كاساسي كمان مش كاحتياطي. طبعا وليد سليمان دلوقتي من احسن مواسمه من بدايه حتى من بتروجيت وامبي والاهلي، يعني شغال بشكل كويس، هو لاعب دولي فترات كبيره بس فترات متقطعه مش فترات فيها استمراريه. موضوع السن هي حجه بس وخلاص، لكن وليد سليمان هو يستاهل يروح ويلعب اساسي، لان الحته دي مش موجوده في المنتخب وما بيشتغلوهاش بشكل كويس. قرار صحيح ان هو يعتزل اللعب الدولي؟ لا، هو بيعتزل عشان يحرج الجهاز الفني، لكن عشان يحرج الجهاز طبعا يحرجهم، لان ما هو كده حاسس بالظلم يعني. اكيد طبعا. طيب برضو عايز اتكلم معاك في نفس السياق وخاص بفريق النجوم، واكيد هيكون ليك تفكير في انتقالات يناير بالتحديد، بعض المراكز اللي ممكن تكون بتفكر تدعمها، بعض اللاعبين، الامور ماشيه ازاي؟ عايزين ناخد كده الاخبار بدري بدري. هو الموضوع كله تدعيمات، كل الفرق عايزه تدعيمات، يعني ده النادي الاهلي بيقول لك انا عايز تدعيمات في يناير، المهم ان احنا هنعمل ايه؟ لما كله اكيد عايز تدعيمات، خلي بالك هو في يناير هو بيبقى معروض عليك، ما بتختارش انت بقى، العرض اللي عليك ده هيناسبك او هيعمل لك نقله ولا هو حشو وخلاص؟ هو هتفرق بقى الموضوع ده، يعني ممكن يجي لك لعيبه كويسه وممكن ما يجيلكش على حسب اللي معروض ايه. انت عارف كل الانديه بتبقى ماسكه في اللعيبه في شهر يناير، ما بيبقاش عندك رفاهيه ان انت تختار وتنقي براحتك، لا هو بيتعرض عليك، هل بقى المعروض عليك ده هيناسبك او ما يناسبكش؟ بيتعرض عليك كام لعيب لحد دلوقتي؟ وهل استقريت على كتير؟ بس بيتعرض كتير من استقريت على افارقه بتعرض افارقه كتير، بس لسه ما استقرناش على حد. تمام. طيب عايز اخدك لجزئيه مهمه جدا واساسيه في حوارنا النهارده، وهي خاصه بنغمه الغاء بطوله الدوري. كيف ترى هذا الخبر، او كيف ترى الكلام اللي بيطلع خلال الفتره دي على الغاء بطوله الدوري؟ بص، هو احنا طبعا احنا يعني الله يكون في عون اللي منظم الدوري، يعني الامور صعبه، الامور صعبه جدا، يعني ثلاث بطولات وكل نادي بيخش ثلاث اربع بطولات، ويعني العمليه برده ما فيهاش ليميت، وبرده انا شايف ان برده لازم حتى الانديه الكبيره زي الاهلي والاسماعيلي والزمالك والفرق الكبيره اللي بتخش في كذا بطولات وهي ما تقدرش تستحمل اربع خمس بطولات، ما فيش فرقه في العالم تقدر تستحمل خمس بطولات في سنه، طبعا صعب جدا، وقايمه عندها 25 لعيب وعمليه صعبه، ما اقدرش لعيب يستحمل الكلام ده. فانا كنت بلوم بس على الناس ان هو ممكن انا مش هشارك في البطوله دي. البطوله اللي هو اللي عنده حريه ان هو يشارك فيها او ما يشاركش، لا ما يشاركش طالما انا ما عنديش الموارد البشريه اللي تقدر تستحمل
ضغط الدوري وكاس مصر بطولة افريقيا بطولة عربية وبطولة سوبر، يعني عملية يعني صعب، ده عايز سوبر مان مش لعيبة. وبعدين حتى بيقول لك في الاخر برضو انا سمعت ان بيقول لك مدرب الاحمال ومش مدرب الاحمال والاصابات، اي مدرب احمال لو جبت حتى مدرب احمال بتاع البرازيل بتاع فرنسا بتاع مش هيقدر يعمل لك حاجه في ضغط المباراه ده. اصل خلي بالك كل 3 ايام ماتش وكل يومين ماتش وكل يوم سفر افريقيا مسافرات طويله وترجع، تاكد لو مدرب احمال يعني والراجل ده عنده خبرات كبيره مش هيقدر يشتغل، كلها ريكفري مش هيقدر يعمل حاجه الا كلها استشفاء، مش هيقدر يعمل حاجه. لكن مش عيب في بتاع احمال، مش عيب في واحد شغال في من الناحيه البدنيه، هو عيب في التوقيتات وتنظيم حته الدخول في البطولات. تمام، مع قائمه 25 ولا كنت تتمنى ان هي تكون 30؟ بالمناسبه في يناير اعتقد ان هي هتزيد ل 30 لاعب. لا يعني ممكن يبقى 25 ويبقى خمسه تحت السن، بس اللي هم يعني لازم يعني اللي بيدير الكره لازم يبقى برضو متخيل، اللي بيدير الكره في مصر لازم يبقى متخيل انديه الاهلي بيخش كام بطوله، انديه الزمالك بيخش كام بطوله، الاسماعيلي بيخش كام بطوله، عادي يستحملوا 25. لا احنا مش زي اوروبا، ما تحطش قياس وتحط اوروبا هي القياس، لا انت برضو اللعيب هنا اوروبا كلها يعني ايه جنب بعض ممكن بالقطر بالظبط، لكن هنا افريقيا سفريات باليوم. يعني سر خروج النغمه بتاعت الغاء الدوري دلوقتي من وجهه نظرك شايفها ايه السبب؟ ليه طرح القصه دي اصلا؟ هي احنا بنحب الاشاعات. يعني احنا بنحب الاشاعات، طالما ما طلعتش من مسؤول يبقى اشاعه، واحنا هنا بنحب الاشاعات او اي حاجه بتطلع على السوشيال ميديا خلاص خلص الموضوع يعني بتبقى منتشره جدا. لكن انا شايف ان ما ينفعش الغي الدوري، ده الدوري هو الاساس، الكوره في مصر اساس، المنتخب بيبني عليه اساس، كل حاجه شركات راعيه بطولات اعلانات، يعني قصه كبيره جدا، ما بقاش زي الاول ايام الكابتن جوهر الله يرحمه نلغي الدوري عشان كاس العالم فما فيش حد عادي كله عادي ما. لكن دلوقتي في ناس كتير قوي مرتبطه بالدوري طبعا للدوري. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن راي الجماهير في فكره الغاء الدوري ونرجع مره ثانيه. الدوري؟ لا انا ما اعتقدش ان الغاء الدوري فكره كويسه، انا اعتقد ان احنا لازم نستمر في الكوره، لازم يبقى عندنا اداء باستمرار، لازم يكون عندنا الحاجه اللي تخلينا نقول ان في استقرار في البلد عن طريق الكوره. كل العمليه عمليه تنظيميه، انا لو الدوله نظمت لي الامور دي وخلت لي اتحاد الكوره طبعا، ما هو الدوله ممثله في اتحاد الكوره تنظم لي الامور دي، طبعا الاهلي فرقه كبيره وليه مواعيد وبتاع، فخلاص انظم القصه دي كلها على البطولات سواء الاهلي او الزمالك او اي فرقه تانية. احنا في كل العالم كله كل الناس بتسافر من هنا لهنا وبتلعب والدوري ماشي، ما سمعناش ان في دوري وقف في اي بطوله. ليه احنا كل مره كل ما يحصل مشكله عندنا نقول نوقف الدوري؟ هل ده الطريقه او ده اسلم حل؟ والله اتضايقت جدا كمان بسبب ان في ناس اصلا اكل عيشها من الدوري دوت، عمال غرف الملابس والكلام دوت. تاني حاجه ان الاهلي لسه قدامه مباريات كتير، فغلط اصلا انت تلغي الدوري دلوقتي. هو في مشاكل، في برضو مشاكل مع الحكام برضو وغلطات كتير، بس غلط ان انت تلغي الدوري السنه دي وهو في نصه والاهلي عنده مؤجلات كتير جدا. يعني هو ما لعبش الا ماتشين او ثلاثه وفي لعيبه كتير عنده مصابه، فهيبقى الموضوع صعب بالنسبه له. بس الاهلي يعني طبعا معودنا ان هو ياخد الدوري كل سنه، فمش فارقه معانا الصراحه يعني. لا طبعا ما ينفعش يتلغي، دي الكوره الحاجه الوحيده اللي بتابعها في مصر، النادي الاهلي اهم نادي طبعا، فطبعا ما نقدرش نستغنى عنه. شايفه ان هي حاجه طبيعيه لازم يكون في مؤجلات، بس انا واثق جدا ان النادي الاهلي يكسب المؤجلات كلها وهيبقى هو الاول في الدوري. طبعا فكره سيئه جدا، وخاصه تاجيلات الاهلي كتير قوي السنه دي، فنتمنى ان الاهلي يعني يرجع ان شاء الله تعالى للمستوى الطبيعي باذن الله تعالى. طبعا هتبقى صعبه لان الاصابات كتيره في النادي الاهلي وكتر المباريات بتعمل اجهاد للعيبه وكده، فنتمنى ان شاء الله يرجع الاهلي ويرجع الدوري من الاول تاني ان شاء الله. لا ما ينفعش طبعا الغاء الدوري علشان ده اكل عيش، ده انا بشجع النادي الاهلي واحب الاهلي يفوز دايما. لا ما يتلغيش طبعا، ما يتلغيش، لا ان شاء الله الاهلي هيكسب بدون كلام باذن الله. يعني طبعا بطل الدوري، فيعني ما ينفعش يعني الدوري المصري ما ينفعش يتلغي. طبعا ضغط المباريات المؤجله للنادي الاهلي ده حاجه طبيعيه عشان افريقيا،
والبطوله العربيه. فطبعا يعني هو لحد دلوقتي 6 أو 7 متوشه متاجلين للاهلي، فطبعا ان شاء الله لما يرجع هيكون بالقوه اللي يقدر يعني يستعيد المركز الاول ان شاء الله طبعا باذن الله. وهو الاهلي طبعا يعني معودنا على كده، اللي هو المباريات المؤجله بتاعته بيقدر ياخدها بثلاث نقط باذن الله في كل الدوريات. طبعا هي فكره غلط طبعا، ما فيش احنا في دوله يعتبر دوله من الدول الكبرى، طبعا ما ينفعش نلغي فيها الدوري بالذات لما يكون في فرق كبيره زي الاهلي، طبعا اكبر نادي في الشرق الاوسط مش هنقول في افريقيا بس، ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي وانديه جماهيريه كتيره، فغلط ان احنا نلغي الدوري في التوقيت ده بالذات. مش معقوله بعد 14 اسبوع ما تلعبوا هيتلغي بعد كده يعني، طب ايه السبب وايه الداعي يعني؟ والله هو المفروض يظبطوا المواعيد بتاعت الاهلي بقى يعني، ما يبقاش هو سبب خروج الاهلي من البطوله الافريقيه اجهاد اللعيبه. يعني اللعيبه ما ضغط مجهده وهم وصلوا الماتشات ورا بعض وبتاع، لا هي كل 4 أيام يبقى ماتش مثلا، كل 5 أيام ماتش كل اسبوع، بحيث ان هو اللعيبه تقدر تأدي. طيب اكيد ده كان تقرير مهم جدا، واراء الجماهير عن فكره الغاء الدوري اللي اعتقد هتكون حاجه صعبه جدا على الكره المصريه بشكل عام ان الدوري يتلغي، وان شاء الله كل البطوله تستكمل بشكل جيد جدا ويكون دوري ممتع كمان زي ما هو في الفتره دي. بصراحه فنيا الدوري اعتقد يكون كويس. لكن في خبر مهم جدا عايزين نتكلم عنه، وهو خبر على لسان الكابتن محمد يوسف اللي بينفي فيه طلب وليد ازارو الرحيل عن النادي الاهلي. الخبر ده عاري تماما من الصحه، وكابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام حتى الان في الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي نفى هذا الخبر اطلاقا، وقال ان وليد ازارو متواجد مع منتخب بلاده في المهمه الدوليه الخاصه بيهم، فبالتالي هينضم مباشره لتدريبات النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا عقب الانتهاء من مباريات المنتخب المغربي. والاخبار دي على حد وصف طبعا كابتن محمد يوسف يعني بتشتت بس اللاعبين وبتعمل بعض المشاكل بالنسبه للاعبين، لكن هي طبعا او هو بالتحديد خبر غير صحيح اطلاقا. وليد ازارو يا جماعه بالمناسبه مكمل مع النادي الاهلي بشكل عادي جدا في اتجاه لتعديل عقده ان لم يكن عدل يعني. كابتن احمد سامي طبعا ده كان تقرير مهم عن يعني الغاء بطوله الدوري ان شاء الله هتستكمل، لكن عايز اسالك بالتحديد عن ضغط المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا هو كان مؤجل له عدد كبير جدا من المباريات، ازاي يتم التعامل مع الضغط ده؟ هو التعامل مع الضغط ده ما هو النادي الاهلي داخل في كل البطولات، فهو لازم كان متوقع ان هو هيبقى ضغط، حتى لو خد بطوله افريقيا ما كان معرض ان هو يعني، هم عارفين وعاملين حسابهم الجهاز الفني ان هو هيحطه في الضغط ده اكيد. طريقه التعامل مع ده، طريقه تعامل النادي الاهلي ليه هيكل اساسي في الفرقه، لو الهيكل ده مش موجود هيحصل له مشكله. تمام. فانت مطالب في لعيبه معينه لازم تفضل تلعب الماتشات المؤجله، ويبقى التغييرات في اضيق الحدود. هل بقى الجهاز الفني هيقدر يعمل الكلام ده بس بشكل مختلف؟ هل هيغير من نواحي التكتيكيه عشان في لعيبه ممكن ما تبقاش موجوده؟ كل دي فرايتي قدام الجهاز الفني هيعملها ازاي. لكن حته ان انا احط في دماغي ان انا العب بنفس التكتيك والعب انا بنفس القصه والعب بنفس، لا هتبقى مشكله بالنسبه لهم. لازم يبقى في تغييرات على حسب الظروف اللي بتواجهني. ما ينفعش حاطط اسطمبه وماشي عليها، والاسطمبه دي هتتعبني بس عشان انا اقول ان انا مش هغير طريقتي. لا، في بعض الاوقات انت بيبقى عندك مرونه في النواحي التكتيكيه ان انت تتغير من الطريقه على حسب الماتشات وعلى حسب الضغط وعلى حسب المنافس وعلى حسب حاجات كتير جدا. فانا شايف ان هو حته المرونه هتبقى موجوده، لازم تبقى موجوده من الناحيه التكتيكيه وتوظيف اللعيبه. ده بالنسبه لضغط المباريات يعني. خلي بالك كل اللي كل الناس اللي بتقول ان الاهلي محتاج لعيبه وتدعيمات والنغمه العاليه جدا والصوت العالي جدا في الموضوع ده، انا مش معاها. الاهلي محتاج حاجات بسيطه جدا، حتى محتاج انت عندك دلوقتي انت مشاري او مدعم الفرقه من السنه اللي فاتت او السنه دي بشكل يعني مختلف، انا بتكلم على حسب التوقيتات. طبعا. انت عندك احسن لعيبه في كل الانديه انت جايبها، كان احسن لعيب كل ما بيظهر انت بتجيبه، عندك لعيبه متخزنه مش ما بتلعبش، لعيبه متخزنه. بتبقى وجهه نظر فنيه طبيعي، وممكن تكون ظروف معينه، ممكن لعيب يكون انا دلوقتي لعبة. انت دلوقتي داخل في حته بتغير المدير الرياضي. تمام. صح؟ غير المدير الرياضي لازم يبقى فيه قعدات كتير جدا مع المدير الرياضي ومع المدير الفني ومدير الكوره، قعدات مغلقه ما بينهم
ويتناقشوا في بعض الامور، لان هي الموضوع مش انا المدير الفني انا على راسي ريشه، لا ده اداره الاهلي لازم يبقى فيها في بعض التوقيتات حته مناقشات ما بتفرضش عليه حد، ما بتفرضش عليه لعيب بعينه، بس أكيد. المناقشات في النواحي الفنيه لازم تبقى موجوده في الاوض، لكن انا حته اللعيبه المتخزنه دي انا ضدها جدا، ما انت اللعيبه المتخزنه دي هي اللي عملت لك مشكله دلوقتي. بس خليني اقول لك يا كابتن احمد سامي ان في بعض اللاعبين ما كانوش مقيدين اصلا مثلا في النادي الاهلي بظروف القيد، يعني غلق باب القيد، عوده اللاعبين من الاعارات، ممكن تكون دي ظروف خليتهم ان هم مين اللي عوده مين اللاعب اللي عوده؟ مثلا عندك صلاح جمعه من ضمن اللاعبين، عندك عمرو جمال، ماشي عمرو جمال وصلاح جمعه، انا بكلمك على الشيخ وبركات، ولا في جيش، في جيش متخزن، في لعيبه كتير قوي متخزنه، احنا بنتكلم بس منتهى الصراحه، انا ما طبعا طبعا انا بكلمك منتهى الامانه، هي دي اللي عامله مشكله في النادي الاهلي، لكن المشكله ان انا مش هجيب لعيبه، انت هتجيب لعيبه مين اللي موجود في مصر دلوقتي؟ مين اللعيبه اللي احسن من اللي موجودين سوبر؟ مين؟ مفيش كتير. هتجيب منين؟ هتجيب من بره. خلاص يبقى في اضيق الحدود، ما عندكش الا اربع افارقه او اربع محترفين، هتعرف تيجي عندك ازارو وعندك كلوبالي وعندك مين تاني؟ اجاييه وعلي معلول. وعلي معلول هتجيب مين؟ ممكن ترفع اجاييه من القايمه وتدخل حد عشان اصابه؟ طيب هتعمل ايه؟ يبقى انت عندك الامر الواقع، الامر الواقع اللعيبه اللي عندك متخزنه، لازم تطلعها، ما ينفعش. انا ضد موضوع تخزين اللعيبه خصوصا ان عندك 25 في القايمه، ما عندكش ال 30 والرفاهيه ان انت تبقى موجود لعيبه وماشيه وخلاص وخلص الموضوع، فانت لجأت لها دلوقتي. لكن في بعض المراكز من وجهه نظرك ممكن تكون محتاجه تدعيم في النادي الاهلي، حتى لو انت بتقول ان في عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الاهلي، ده شيء طبيعي يعني. ما النادي الاهلي محتاج نواحي الدفاعيه طبعا. النواحي الدفاعيه فيها مشكله طبعا، بس ما فيش حاجه، انت لو جاي لك المصابين ورجع لك الناس اللي موجوده انت مش محتاج، انت هتجيب ايه؟ سيرد باك، ديفندر، لكن لو ما فيش هتقدر تتعامل مع مجموعه اللعيبه، المجموعه دي اللعيبه اللي موجوده دي احسن لعيبه في مصر. لعيبه ممتازه. طيب انا ليه بقى اصدر نغمه حتى للعيبه؟ الناس بتصدر نغمه والكلام ده، بتصدر اللعيبه حتى ان هي لعيبه مش قد نادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز 10 لعيبه و9 لعيبه، الكلام ده مش موجود. لا طبعا مش انا من وجهه نظري، وجهه نظري الصغيره يعني. اتفضل. اللي على قدي ان هو مش محتاج الكلام ده خالص، مش محتاج الكلام ده. لا محتاج شويه مرونه. مرونه في النواحي الفنيه. تمام. هو اكيد النادي الاهلي بيمتلك عدد مميز جدا من اللاعبين، واكيد ايضا التدعيم هيكون يعني في الحدود اللي شايفها النادي الاهلي، سواء مجلس اداره، لجنه الكوره، او خلاص لجنه الكوره مش موجوده دلوقتي، او الجهاز الفني بالتحديد، اكيد هيشوف المناسب للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه ويدعموا بيه الصفوف. طيب عايز اتكلم عن بطوله الدوري بشكل عام الموسم ده، رايك فيها ايه من الناحيه الفنيه؟ لا هي بطولة صعبة السنة دي جدا، يعني بطولة صعبة. انت تتفرج على ترتيب الجدول، انت عندك اول الدوري مثلا 26 بونت، من عندك من 20 بونت اللي هو ثالث الدوري او ثاني الدوري، على ما لغاية بقى خالص تحت اللي هو بتروجيت اخر فرقة 11 بونت. انت بتتكلم في 10 نقط بالظبط، 9 نقط يعني ماتش بيتغلى. عشان كده بقول لك الموضوع لازم يبقى عندك استمرارية عشان تقاتل عشان تبقى موجود. الفرق كلها بقى المستويات قريبة من بعض كلاعيبة، ما عدا طبعا فرقتين ثلاثه هما اللي عندهم اللعيبه الكاتيجوري ايه. تمام. لكن انا بكلمك البقيه كلهم المستويات متقاربه، ما تقدرش تحكم قبل الماتش مين اللي هيكسب مين. حته الدوافع وتجديد دوافع اللعيبه سواء معنويه او فنيه او تكتيكيه، هي دي مهمه جدا عشان يبقى عندك استمراريه في بطوله الدوري. تمام. لكن الاستنباط، لا استنباط مش هتعمل حاجه. لكن الدوري مثير. لا دوري طبعا انت بتتكلم في، وفنيا مستوى الفني كويس ولا شايف ايه؟ مستوى الفني مش 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 كويس قوي، بس هي مشكله ان يعني مخلي لك الدوري قوي ليه؟ عشان الفرق وكلها قريبه من بعض. لكن من النواحي الفنيه لو تطلع بره الدوري كده وتبص له من فوق، من النواحي الفنيه وتحركات اللعيبه وتشوف الشغل جديد والكلام ده، لا طبعا اقل. تمام. توعيه اللعيبه في التحركات والحاجات دي ازاي يتم تعديلها؟ بص هي دي مش تعديلها، هي تحفيز اللعيب، هي تكرار للعيب. في لعيبه من النواحي الذهنيه بتبقى اذكياء تنفذ لك اللي انت عايزه من غير تكرارات كتير، من غير وقت كتير. وفي بعض اللعيبه، ودي خلي بالك موجوده من فرق كبيره لغايه فرق صغيره، موجود المجموعات اللعيبه دي اللي ذهنيا بتبقى بطيئه في التطور. تمام. وفي لعيبه بتبقى سريعه في التطور. حته التكرارات هي اللي التكرارات ليه؟ من النواحي التكتيكيه، عشان برضه في نفس الوقت عشان اللعب الجماعي. ما هو خلي بالك النواحي التكتيكيه دي مش اللعب الجماعي، كل ما اللعب الجماعي زاد
في كل الخطوط والخطوط كلها مع بعض كل ما الفرقه بقت قويه. غير ما انا بعتمد، ما هو خلي بالك كان مشكله مثلا الاهلي في بطوله افريقيا ان هو معتمد اعتماد كلي وجزئي من نواحي الهجوميه على وليد سليمان. تمام، هي دي مشكله كبيره. لكن انا لو اللعب الجماعي قوي مع بقى كمان عندي لعيبه جامده كان الموضوع بيختلف بكتير. طب متوقع ان يحصل مفاجآت في بطوله الدوري السنه دي؟ ممكن نشوف اسم جديد بياخد بطوله الدوري عين كمين؟ لا، يعني اهلي او زمالك؟ اهلي او زمالك. شايف مين الافضل السنه دي في بطوله الدوري كفريق؟ لسه يعني ما اتحكمش على الاهلي خالص، الاهلي ما لعبش. لا بخلاف الاهلي، الاهلي ليه لو انا بكلمك على الزمالك، الزمالك عنده فرقه قويه جدا ومجهز نفسه وعنده 25 لعيبه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش كاتيجوري ايه. عاملين فرقه كويسه وهم ماشيين اول الدوري، بس الاهلي مش موجود، الاهلي ما بيلعبش، فانت ما تقدرش تحكم على بطوله الدوري الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته. تقدر بقى تحكم بشكل كويس مين اللي قريب، مين اللي هينافس، مين اللي مستمر، مين الكلام، لكن الحكم من دلوقتي صعب. بالنسبه لفريق بيراميدز مثلا تحت قياده الكابتن حسام حسن، لا اعتقد ان هم بيتطوروا بشكل كبير جدا منذ تولي الكابتن حسام حسن المسؤوليه. شايف ان هم ممكن يعملوا حاجه في بطوله الدوري؟ ممكن يعملوا حاجه بس مش ياخدوش الدوري. ممكن يبقى يعملوا مركز السنه دي. خلي بالك فريق بيراميدز اضافه للدوري طبعا، انا من وجهه نظري ان هي عملت حاجه اثاره للدوري وحلاوه للدوري. بالظبط، وفرقه قويه ولاعيبه هايله، وبعدين كابتن حسام كمان مسك الفرقه هيديها برضو حته فنيه ومعنويه كويسه. شايف ازاي احتمالات عوده الجمهور في الدور الثاني بالتحديد؟ يعني بعدد اكبر يعني. شايفها انها طبيعي. خلي بالك احنا بلد قويه وانا مش شايف اي معوقات تخلي الجمهور 5000 و7000 و10000 بالظبط، وخصوصا المباريات الافريقيه بيبقى فيها عدد كبير من الجماهير، يعني مفيش اي الحمد لله اي مشكله. قانون القانون في كل المجالات صح، القانون يتطبق وخلاص، مفيش عشان خاطري كل الدنيا هتبقى ماشيه كويس جدا. وكل واحد كمان خلي بالك من الناس، من الجمهور او من المواطنين، كل واحد يبقى عارف حدوده فين. تمام، واللي عارف حدوده لو في عقاب امثله قدام الناس هتبقى الموضوع مختلف خالص. بخلاف عوده الجماهير اللي اكيد بتضفي اثاره على بطوله الدوري، على المباريات الدوري قوه طبعا. بالظبط، هل في عوامل اخرى ممكن تساعد على تطوير بطوله الدوري تخليه اكثر يعني جذبه بالنسبه للمشاهدين للفرجه على المباريات؟ الجمهور بس. بس بس اهم عنصر. بس خلي بالك انت ممكن تطالب من اللعيب يدي 150% في ادائه في الملعب. اللي هيخلي لك اللعيب يدي 150% في ادائه في الملعب من النواحي المعنويه والقتال والكلام ده الجمهور. لكن انت مهما تقول للعيب هو هيديك ال 70 80% اللي متعود عليها، لكن الجمهور بيخليه بيوصل اللعيب ليه. هو جمهور الاهلي بيخلي اللعيبه توصل ل 150% و 120% وفوق ال 100% من مجهود اللعيبه، هو جمهور. فالجمهور هو شكل اساسي، هو اللي هيديك اثاره وقوه للدوري. لكن حته ان ما فيش موجود جمهور بتقلب يعني حاجه زي كده العزاء او ماتش ودي كده يعني. بالظبط، بيبقى في ملل قوي في ماتش ماتش ودي بالظبط. طب مين اللعيب اللي لفت نظرك في بطوله الدوري حتى الان؟ يعني شايفه افضل لعيب في بطوله الدوري السنه دي؟ هو في لعيبه كتير كويسه يعني. في موليد طبعا، وفي سيسي في الاتحاد، وفي كينو في بيراميدز، وفي اوباما في الزمالك، وفي لعيبه كتير جدا، وطاهر في المقاولين، في لعيبه كويسه جدا في الدوري يعني. بس انت هتحكم بالاستمراريه. هيعمل لك 3 4 ماتشات وينام ولا طول الدوري؟ لازم يكون في ثبات في المستوى طبعا. طيب يعني في مشروع مهم جدا الدوله قائمه عليه او وزاره الشباب والرياضه بالتحديد، وهو الألف محترف. ازاي يبقى مصر عندها 1000 محترف او 1000 موهبه تكون متواجده؟ بتضحك ليه؟ بضحك عشان انت ده بالتنسيق مع طبعا شركه برزنتيشن. شايف ان ممكن يكون عندنا العديد من المواهب خلال الفتره الجايه ويمشوا بنفس حزو محمد صلاح طبعا من العالم؟ محمد صلاح طلع بدراعه مش بنظام. عشان تعمل نظام لازم ترتب من تحت. تمام، هترتب من تحت ازاي؟ اتحاد الكوره يحط نظام. مش هعمل 1000 موهبه قبل ما احط نظام. هيطلع لك 1000 طب ال1000 موهبه انت اكتشفتهم هيخشوا جوه النظام، مفيش نظام يبقى ايه؟ هيروح. فانت لازم اعمل نظام الاول وبعد كده اكتشف زي ما انت عايز. 1000 موهبه 2000 موهبه وبتاع. محمد صلاح طلع بدراعه مش من خلال نظام. تمام، طب ما ممكن نحاول نوجد نظام يخلينا نطلع. هو مين اللي هيحط النظام؟
يعني وزاره الشباب والرياضه اتحاد الكوره اتحاد الكوره طبعا اكيد وزاره الشباب ما لهاش دعوه بالنظام التنسيق مع يعني منظومه مفيش تنسيق هو وزاره الشباب ما لهاش دعوه بالقصه انا ما لهاش دعوه بالقصه اللي دعوه بالكوره هو اتحاد الكوره ده اللي انا شايفه اللي انا عارفه اللي انا سافرت وشفت الناس بتعمل ازاي لا اتحاد الكوره هو المنوط باتخاذ قرارات يحط نظام يحط خطه منتخبات دوري منتظم دي وزاره الشباب دي مراقب مثلا اراقب من الناحيه الماليه في مشاكل في بتاع لكن انا حته النظام اخش جوه نظام اتحاد الكوره بننتخب اتحاد الكوره ليه؟ عشان طب ما خلاص ما يعينوهم وخلاص زي الوزاره لكن انا بحط اتحاد الكوره عليه دور كبير جدا في اكتشاف مش دور ده هو نمره واحد معلش مع احترامي لوزاره الشباب او وزاره الشباب ليها ادوار ثانيه مختلفه في المجتمع المصري لكن اللي بيدير الكوره المفروض اتحاد الكوره اتحاد الكوره هو اللي بيوجد المحترفين يوجد نظام للدوري منتظم يبقى انت عارف من اول الجدول لغايه اخره انت هتلعب امتى الحاجات دي هو اتحاد الكوره وده لو حصل هيطلع لك محمد صلاح نمره 2 ونمره 3 ونمره 4 ونمره 5 لكن انا اكتشف في المواهب كتير جدا انا بشوف الشارع واتفرجت عليها اكتشف لك خمسه وانا جاي القناه لكن انا النظام هو اللي هيطلع ويكبروا ويتطوروا والكلام ده لكن انا اكتشفت ومفيش نظام ومفيش تطوير لادائهم خلاص خلص الموضوع طيب يعني ده هيجرنا ان احنا نتكلم عن جزئيه مهمه ومباراه منتخب مصر بالامس امام منتخب تونس في التصفيات الافريقيه المؤهله للامم الافريقيه 2019 في الكاميرون احنا مش عاجبنا حد يعني انا بضحك واحد كان بيدافع واحد كان بيهاجم يعني لازم حته التوازن موجود التوازن ما كانش موجود امبارح مجرد انت قاعد تتفرج على الماتش انا من واحد من وجهه نظري البسيطه وانا بتفرج على الماتش ممكن منتخب مصر يتغلب في اي وقت لكن ممكن يجيب جوان ماشي ده حته انت منتخب لازم يبقى عندك توازن من النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه ما ينفعش ان انا اهاجم بسبعه وثلاثه واقفين ده ايه ده ما ينفعش الكلام ده خالص فانت بتلعب انت كمان ده كمان ماتش مش حاسم اه طبعا لو ماتش وكمان تونس عندها خمس ست لعيبه مش موجودين فانا عايز تلعب تطير باكين من ناحيه تكتيكيه تبقى عندك كثافه من ناحيه الهجوميه عشان الناس تتبسط فانت لازم نوعيه الديفندرات تختلف تمام ما ينفعش يبقى النني طاير والباكين طايرين وصلاح وورده ومروان وتريزيجيه وطارق حامد هو السرد باكين واقفين وكمان السرد باك الثاني اللي هو باهر هو مش سرد باك هو باك رايت فانت عندك مشاكل دفاعيه جباره هو المكسب دارع لكن لو تعادلنا كنت قعدت كان كل المحللين قعدوا يدققوا ويصرخوا اللي عندك مساحات رهيبه فانت نوعيه الديفندرات لو عايز طارق باكات نوعيتها مختلفه نوعيتها ايه انك تجيب واحد زي طارق حامد بس اللي قدام شويه بس مواصفاته نسبه الدفاعيه كبيره شايف بتتوفر في مين المواصفات دي يعني عمرو سليه صح. وخلي بالك لو وليد سليمان مش موجود احسن واحد يلعب تحت الفيرود في الفتره دي انا وجهه نظري الشخصيه تمام. هو النني يلعب تحت الفيرود مكان عبد الله السعيد يقدر يجيد المركز طبعا جدا جدا اقول البصير كويس جدا بيتحرك من غير كوره كتير وبيشتغل جبهات وبيشتغل في الضهر هايل لو طيب اشتغل خلال الاربع مباريات بالنسبه للمنتخب لازم تقوي نص الملعب لو ما قويتش نص الملعب المنتخب هيبقى فيه مشكله نص الملعب عندنا ضعيف ليه لانك انت مش مقويه حتى لو الكوره شغاله من عند احمد محمدي انت عندك الباك ليفت ايمن اشرف طاير برضه يعني مفيش حد واقف يعني مفيش اتزان اي كوره مرتده اي مساحات مفاجاه اي كاونتر اتاك سريع عندك مشكله طب ممكن عشان الماتش مش حاسم قوي زي ما حضرتك قلت ممكن كان في حريه بالنسبه للاعبين في ارضيه الملعب ما اعرفش ما اقدرش العب جيم مفتوح مع تونس مع احترامي للمنتخب بتاعنا ما ينفعش العب جيم مفتوح النتيجه انا بقول لك وانت قاعد بتتفرج انت جالك احساس لو انت حتى مش مدير فني ومشتغل في الكوره ولا حاجه عندك احساس المنتخب مصر ممكن يتغلب في اي وقت فعلا الكره دي لو دخلت الكره صدها الشناوي 3-2 كان فيها تبقى مشكله كبيره نقدر نقيم الجهاز الفني في الاربع مباريات اللي لعبهم الاربع مباريات رسميين حتى الان بطوله امم تقيمهم في بطوله الامم لكن اي مباراه قبل كده لا طب متفائل يعمل المنتخب ولا ان شاء الله لا المنتخب عندنا لعيبه كويسه جدا بس خلي بالك المشكله ان كوبر ما كانش بيدافع فالراجل عنده طريقه تفكير كونسبت عنده خلفيه لما بيدافعش فانا هاجم جامد فاهم واحد بيهاجم وواحد بيدافع طب انا ما في اتزان اصل ده منتخب طبعا مش نادي انا بلعب ماتش عايز اخد 3 بونت واقعد مفيش تعويض انت مفيش تعويض ده منتخب ومنتخبات كلها قويه ومحترفين فلازم لو ما عندكش حته الاتزان انت عندك مشكله خلي بالك عندك من واحد تكتيكيه في خط الظهر كوارث
تكتيكيا. اه طبعا يعني موضوع مش طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، اتفرجت على الجول الاولاني بتاع تونس؟ اه. لو انت بتتفرج على الجول الاولاني بتاع تونس، شوف في الكادر كده، الكادر بتاع الجول، هتشوف في الكادر حجازي ومحمدي وباري محمدي مش موجودين في الكادر. السرد باكين بتوعك، هو باهر بس الكره عدت منه. السرد باكين بتوعك مش موجودين في الكادر. دي مشكله كبيره جدا. انا ما عنديش مانع ان بسرد باك في مساحته اللي هو مسؤول عنها يغلط عادي، بيحصل في كل الدنيا. لكن مش موجودين في الجون في الكادر مشكله. وبعد برضه مع احترام، انت بتقول هي عدته ايه؟ المفروض انت سيرد باك يعني تمسك الراجل في ناحيته الكوره بيغطي والتاني بيمسك بالزبط. ولا ده ماسك يعني في ناحيه تكتيكيه لخط الظهر، في ناحيه دفاعيه مشكله كبيره جدا. كبيره جدا. مين اللاعب اللي لفت نظرك في المنتخب خلال المباراه بالامس؟ محمد صلاح. بخلاف محمد صلاح ده يعني ده على جنب. ليه يعني على جنب ليه؟ لا محمد صلاح هو لعيب زي الموجودين كبير بس بصراحه يعني كاتيجوري تاني يعتبر. ما هو ماشي، ما هو عشان كده بقول لك هو احسن واحد في الفرقه. حتى تريزيجيه بيلعب بشكل فردي فج. بس ادى اداء اعتقد يعني. لا انا بالنسبه لي اللي بيأدي اداء كويس هو اللي بيلعب بشكل جماعي وهو يكون لعيب جامد. اتفرج على محمد صلاح. محمد صلاح انت بتقول هو في حته ثانيه. محمد صلاح ده المفروض ياخد الكره يقعد يجري بيها وما يبصش لحد. من وجهه نظرك بقى اللي هو يعني مش طيب خلاص بيشتغل بشكل جماعي. كل كوره لمسه ولعبه، متحرك تحركات من غير كوره. لكن تريزيجيه لعيب جامد جدا وكويس، بس بعض الاوقات او اوقات كتير بيشتغل بشكل فردي وقراراته دايما متسرعه، فحته لازم يبقى فيه شغل الجهاز الفني في الموضوع ده. مطلوب ايه من اتحاد الكوره عشان يتم تطوير المنتخب المصري وان احنا نشوف اداء افضل من كده ونتائج افضل، وخصوصا ان احنا مقبلين على بطوله الامم الافريقيه في 2019؟ عندنا مشكله في مصر ان المدير الفني بيجي يقوله هو اللي مسؤول عن اختياراته، هو اللي مسؤول عن كل، احنا مالناش دعوه. لا انت لازم ليك، يبقى ليك دعوه، لازم يبقى في جلسات، لازم يبقى في مدير فني لمنتخب لاتحاد الكوره يقعد مع الراجل يتناقش معاه ويوضح له كل، ومش تدخل. خلي بالك انت كمدير فني، هي متابعه وكمان خلي بالك ممكن راي المدير الفني بتاع اتحاد الكوره تقتنع بيه، الراجل يقتنع بيه. بس حد يقعد معاه، لكن انا اديله بقى الحاجه واقول له انت اللي مسؤول وحاسبك اخر البيت. طب وانا استفدت ايه بقى لو انت اخفقت؟ صح، ما انت هتمشي وهتسيبني انا في الكارثه. فانا لازم كل شويه اعمل له ابديت، اقعد معاه واقول له لا في فلان الفلاني، قرأك في فلان الفلاني، طب ايه المشكله في الحته الفلانيه، ويتناقشوا مع بعض واللي يقنع التاني يكون. لكن حته ان انا ما بتدخلش مش ميزه على فكره. طبعًا. انت لازم تقعد، مش تدخل في تشكيل ولا تدخل في تغييرات ولا تدخل في اداء، تدخل في اختيارات. الاختيارات مشكله كبيره في منتخب مصر، واحنا عانينا معاها ايام كوبر. طبعا في اختيارات او في لاعبين معينين كنت تتمنى ان هم ينضموا المنتخب في المعسكر بخلاف وليد سليمان؟ طبعا وليد سليمان ومحمود وحيد احسن باك ليفت في مصر. مقتنع بمحمود؟ طبعا احسن من احسن باكات ليفت في مصر يا جماعه. انا مش عارف الناس بتتفرج ازاي. برضو انا يعني انت مش بتهاجم كويس قوي مقتنع ان على النقيض كوبر؟ تمام. طب ما تلعب محمود وحيد. محمود وحيد ايمن اشرف باك ليفت كويس جدا وكل حاجه، بس نسبه الدفاعيه كبيره جدا وبيلعب سيرد باك احسن من باك ليفت. فيعني عندك لعيبه موجوده. انا كمان لو يعني معاك كمان هقول لك على لعيبه تستاهل تتاخد. عندك اوباما مثلا، لعيب كويس جدا بيلعب تحت الفرود هايل ومشي من اول الدوري لغايه اخره دلوقتي 13 ماتش او 12 ماتش ماشي بشكل كويس. ليه لا؟ مش انت بتنزل السن او سنه صغير او ما تاخده؟ محمود وحيد او سنه صغير ما تاخده؟ لكن انا حاطط برضو نفسي في حته قالب معين وانا اللي اختار ولا لا؟ لازم يبقى في اعداد منتظمه مع مدير فني لاتحاد الكوره ايا ما يكون، سواء هو مش متعين او متعين. كابتن محمود سعد موجود، عايزين يعينوا مدير فني متابع للمنتخب الكبير، بس يعينوا على اساس كابتن محمود سعد عنده المنتخبات كلها، يعينوه ويبقى مستشار ويقعد ويبقى ليه صلاحيات انه يتناقش معاه، مش تدخل. مش تدخل. والله انا بيعجبني في كابتن احمد سامي ان دايما حواراته بيبقى فيها جرأه مهمه جدا، وبيتكلم الراجل بصراحه من وجهه نظره. قبل ما اختم معاك يا كابتن احمد، عايز اسالك عن فريق النجوم وطموحاتك معاه الموسم ده، في ظل طبعا انت بتقول المباريات صعبه، الدوري صعب، في المستويات متقاربه، انت بتفكر في ايه والهدف الاساسي بالنسبه لفريق النجوم السنه دي؟ هو الهدف الاساسي ان نقعد في الدوري الممتاز. تمام. وبعد كده ان شاء الله لو قعدوا السنه دي في الدوري الممتاز عندهم لعيبه كويسه جدا، واللعيبه دي كانت من بعض مع الناشئين، طلعت ممتاز بيه، طلعت درجه اولى، لعبت ممتاز بيه، طلعت الفرقه. فلو خدوا السنه دي اللعيبه دي اللي هو صغيره في السن دي، خدت السنه دي وقدرت تقعد في الدوري الممتاز، هيبقى لها شان كبير جدا.
تمام، توفيق ان شاء الله يا كابتن احمد سامي، طبعا المدير الفني لفريق النجوم، وبصراحه عامل مباريات اكثر من رائعه حتى الان، 4 مباريات 3 فوز وتعادل وحيد، واكيد نتمنى ان كل الفرق تكون بمستوى جيد عشان نشوف دوري ممتاز السنه دي يكون قوي بشكل كبير جدا، وده المتوقع وده الواضح من خلال المباريات السابقه في بطوله الدوري بشكل عام. بعد الفاصل هنرجع نواصل كل التقارير الخاصه بالاهلي. فرصه جدا يا شباب.